السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية البليدة وفي بلدية شريعة، يعني في سفح الجبال، لنتعرف على هذا الحي السكني الجديد الرائع. يعني فيه طبقات، ما فيش كثير من طبقات، فيه 3 طبقات. الشيء اللي والم يعني التضاريس هذيك تاع المنطقة، وكذلك نشوف التوزيع نتاع العمارات هذه يعتبر جيد جدا، وإن شاء الله تكون يعني النمط هذا هو السائد بالنسبة للسكنات الاجتماعية خاصة، لأن السعر ديالها يناسب الطبقة يعني ذات الدخل المتوسط. إن شاء الله تعم هذا النوع من السكنات في كل ربوع الوطن، يعني بدون ما نروح أكثر من 3 طبقات، يعني غير أير بليس 3، شيء يناسب يعني فيه توازن، يمد توازن يعني بالنسبة للنوعية تاع السكن، بالنسبة يعني مقارنة بالثمن تاعها، مع كذلك مراعاة الجوانب تاع التهيئة العمرانية والتوزيع السكاني والاتصال ما بين الأحياء، يعني توصيل الأحياء فيما بينها وبالطرق الكبيرة، يعني شبكة الطرقات وما إلى ذلك من مرافق أخرى التي ترافق هذا النوع من الأحياء. أكتفي بهذا والسلام عليكم.